انا كنت يعني بالعمر 12 ولا 13 سنه وانا صغير، كنت احيانا اروح ارعى الغنم مثلا او يبعثوني اهلي مشوار فافطر انا بدون ما يعرفون، او احيانا افطر علما يعني لم تكن بالغا. ايوه ما كنت بالغ. خلاص ما دام ما كنت بالغ ما عليك بس من الحمد لله من بلغت انه صرت اذا افطرت اقضي اليوم اللي افطرته او ابد يعني الله الله يقبل. هل علي شيء؟ ما عليك شيء دام انك ما كنت بالغ تلك الايام، ما عليك شيء ان شاء الله.